نختم جولتنا في مختارات من العمد والمقالات من الصفحة الأخيرة من صحيفة الانتباه ونطالع زاوية الجرايم دق للكاتب محمد عبد الماجد التي وسمها اليوم بعنوان مبادرة حمدوك لن تصبح خبزا أو بنزينا. يبتدر الكاتب زاويته بالقول وجدت الحكومة الانتقالية في الأيام الماضية دفعة قوية بعد مواكب 30 من يوليو وبعد إعفاء أجزاء كبيرة من ديون السودان على الحكومة السودانية أن تستغل هذه الدفعة المعنوية فيما ينفع الناس. لا نريد أن تستثمر هذه الأشياء في الإنشاء والخطابات العاطفية التي أتمنى أن لا تنخدع الحكومة الانتقالية وتنوم قفا. يقول الكاتب لا حديث بين الناس هذه الأيام غير حديثهم عن الأوضاع الاقتصادية. لن تصمد الحكومة الانتقالية كثيرا، الشارع قابل للانفجار في أي لحظة. المشاريع التي تعلن عنها الحكومة والتحدث فيها مشاريع هلامية لا جدوى منها ولا قيمة ولا أثر لها في الشارع السوداني. يستمر محمد عبد الماجد ويقول التفلتات الأمنية التي تعيش فيها المدن والنزاعات القبلية التي تشتعل وتخمد في الولايات ثم تشتعل مرة أخرى كلها نتاج للأوضاع الاقتصادية المتدهورة. معالجات التفلتات الأمنية لن تكون بدون أوضاع اقتصادية مستقرة، والأيام القادمة يمكن أن تحدث فيها المزيد من التفلتات والنزاعات إذ ظل الجنيه السوداني مواصلا انهياره أمام الدولار بهذا الانزلاق الرهيب. يمضي الكاتب بالقول حكومة الإنقاذ بكل بطشها وجبروتها وميليشياتها سقطت مرتين، وكان قادة النظام وأباصرته بعد كل موكب للشارع السوداني يخرجون على الناس ليمارسوا عليهم المزيد من الاستفزازات. في كل تصريحاته من القنوات العربية كان قادة النظام البشير يتحدثون عن انحسار التظاهرات وتراجعها إلى أن جاء وحدث السقوط الكلي لنظام الإنقاذ. ويقول حتى لا تتكرر الحكومة الانتقالية هذه المشاهد عليهم أن يعلموا أن بداية السقوط يمكن أن تكون بموكب يشارك فيه 15 شخصا، والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد مبرر كاف لسقوط الحكومة الانتقالية. يختم الكاتب زاويته بالقول الذي نعرفه ونقطع به هو أن مبادرة حمدوك لن تصبح خبزا أو بنزينا ولن تكون دواء للسرطان. مبادرة حمدوك لن تكون كهرباء أو كهرباء. ابحثوا عن معالجات أخرى غير هذه الخطابات الحالمة. الآن يمكن أن يقول لكم المراقب مضى نصف الزمن، قريبا جدا سيجمعون منكم الأوراق.